التسجيل للاقتراع للانتخابات النيابية لسنة 2022 وفق طريقتين، إما الحضور الشخصي للبعثة الدبلوماسية الأقرب لإلك أو عبر التسجيل الإلكتروني على الرابط diasporavote.mfa.gov.lb. البداية بإنشاء حساب وإدخال المعلومات الشخصية، الاسم، الهاتف والبريد الإلكتروني. من بعدها توصل لك رسالة على بريدك الإلكتروني لتفعيل حسابك وبتفعله، ومن بعدها بتكفي تعبئة الطلب بإدخال معلومات حول بلد الإقامة، المدينة والولاية وغيرها من التفاصيل، ومن بعدها بتختار اللغة يلي بدك تكمل فيها لتلاقي اسمك بالقوائم الانتخابية. إذا اخترت اللغة العربية، دخل المعلومات الشخصية من محافظة، قضاء، بلدة ورقم السجل. بعدين بتفتش على اسمك بالقوائم الانتخابية، وقت تلاقيه تكبس عليه وبتكفي للمرحلة اللي بعدها. إذا ما لقيت اسمك ضمن اللوائح الانتخابية، عندك إمكانية تزيده وعندك إمكانية تعدل الاسم إذا كان في أي غلطة. إذا اخترت اللغة الأجنبية، زيد ملفك الشخصي بالكامل باللغة يلي اخترتها. في مستندين ضروري يكونوا معك، المستند الأول التذكرة، إخراج الأيد أو جواز السفر اللبناني. المستند الثاني بطاقة إقامة البلد الأجنبي اللي أنت فيه، هويتك الأجنبية، جواز سفرك الأجنبي أو جواز سفرك اللبناني مختوم بتأشيرة الهجرة أو إجازة العمل أو رخصة قيادة أجنبية مقبولة. التسجيل بيخلص ب 20 تشرين الثاني 2021 الساعة 12 ليلا بتوقيت بيروت. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر الأرقام المحددة لكل بلد.